السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هالنهار إن شاء الله نقدم واحد الموضوع ديال الأدوية الخاصة بالأنب بالنسبة للمبتدئين، يعني الناس اللي عاد بادين وما عارفينش الأدوية وعندهم واحد الخلفة مثلا، ولا عندهم واحد شراو شي أنب من السوق ولا وما عارفوش اسمو هي الأدوية اللي غادي يبداو بها. أول حاجة خص الناس يفهموا باللي الأدوية ديال الأنب راه ماشي صعيبة، ولكن كتكون في الاول المربي كيكون متخوف، كيقول ليبرا ياك ما راه شي حاجه كبيره هذه، ياك ما غاليه، ياك ما حنا ما نهضروش على الادويه، يعني ب ب ب ب يعني باش ما نخلعوش هذوك المربي المبتدئين. انا كنبغي نشجع هذا القطاع هذا، اشنو غادي نقول لهاد المربين هادو؟ غادي نعطيهم واحد الادويه اللي بسيطه في متناول ديال الجميع، يعني ممكن ان اي بيت انه تكون عنده. اول حاجه وهو الخل. منين تشوفوا راسكم يعني عندكم خلفه وانتم ما عارفينش اسمه هو الادويه اللي غادي ديروا، بداو بالخل. الخل معلقه كافيه انكم ديروها في طرو ديال الماء وتعطيوها الارانب ديالكم لمده 4 ايام. هذا الخل كونوا متاكدين انه كيحميهم من الامراض الاولى، يعني نقولوا حنايا بعد الفطام، يعني عندكم شي خلفه مثلا ولا شريتوا شي ارانب صغار من من من, من السوق، او شريتوا شي ارانب كبار حتى الكبار الله خدام لهم. بداو بالخل. الخل مفيد وهو في الحقيقه كحول، ولكن راه مفيد ومفيد بزاف للارانب ديالكم، لانه كيحميهم من الامراض المعويه. خلينا من الامراض يعني الكبيره اللي كتجي موسميه، يعني تسممات، تسمم دموي، تسمم فيروسي، تسمم معوي. لا، هاد الحوايج هادو انا ما غاديش نهضر عليهم دابا، نحاول ان المربي البسيط اللي عاد يلاه بادي في هذا القطاع انه سميتو يزعم ويدير هذا القطاع ديال الارانب. اول حاجه بداو بالخل. الخل ديروه لهم قلت لكم مع الماء. من بعد بغيتوا تطوروا راسكم ويعني شويه تبغيو تبقى تشريو الادويه، تشريو الدواء قولوا البيطاري او الفرماسيان اللي كيبيع الادويه البيطاريه يعطيكم سيرو عادي ديال 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 الارانب. هذا السيرو كي يتخلط مع الماء حتى هو، وثمنه رخيص. انا ممكن هذا القطيع كامل انك دير له السيرو ديال 10 دراهم، يعني كيديروا معلقه في الماء وكتفرق على الارانب ديال كاملين. هاد السيرو الثمن ديالو 10 دراهم، كيدار معلقه ديال هاد السيرو هذا. وهذا السيرو علاش هضرت عليه؟ لان في المتناول رخيص في الثمن، ممكن انكم تعطيوه الارانب ديالكم وما فيهش مثلا خصكم تقيدوا شي حنا نقولوا شي ابره كتضربها وكتقيد باللي درتيها هذه الوقيته وخصك ديرها الخطره الجايه. لا، بداو بهذ الادويه اللي ساهلين، الخل وهذا السيرو ديال 10 دراهم، كيقولوا السيرو عادي ديال 10 دراهم. الناس اللي بغاو يزيدوا يطوروا شويه، بغيتوا عاوتاني دواء فعال وهو الكافور، راني سبق لي هضرت عليه. الكافور حبه وحده ممكن انكم ديروها في لتر ديال الماء. الكافور راه كيتباع، شحال من واحد في لي كومونتير سولني على الكافور فين كيتباع، هو في الحقيقه كاين المجازات اللي كيبيعوه، يعني الهري كاين اللي كيبيعو وكاين العطاره عاوتاني اللي كيبيعو. الكافور حبه وحده هو كيديروه ما بين الحوايج، يعني واحد عنده واحد الريحه مجهده، ممكن انكم حتى هو تستعملوه. هو واحد الكوريات كتباع، داير بحال اللون ديالو ابيض، كتخشيوه في طرو ديال الماء، يعني كل حبه من الكافور ممكن انكم ديروها في طرو ديال الماء وتعطيوه كذلك للارانب ديالكم، راه حتى هو كيحمي من الارانب من الامراض عفوا. اذا هادو هما الحوايج اللي ممكن انه يكونوا عندكم متاحين في الدار. وبداو اول حاجه هو الخل. الخل شحال واحد غادي يسولني غادي يقول لك لا ما عرفناش اين خل، واش ديال التفاح ولا ديال الخل العادي. انتم ديروا الخل العادي اللي كديروه مع السلطه مع الشلاضه، هذاك شدوه وديروا معلقه في طرو ديال الماء
وغادي تحميهم ان شاء الله من بزاف ديال الامراض واكثر الامراض المعويه والاسهالات. يعني انا كنحاول نشجع المبتدئين انهم يديروا مثل هذه المشاريع وما كنبغيش نصعب عليهم. من بعد شوفوا لي فيديو كاين ادويه اخرى اللي ممكن ان هذيك الادويه كتكون الامراض موسميه، لان كاين الامراض اللي كتجي موسميه كتجي في واحد الوقيته من واحد الشهور، هذاك حاولوا انكم تبحثوا. اما كبدايه حاولوا انكم ديروا الخل، الخل وهو البدايه ديال كل مربي ما عارفش يعني كيفاش يتعامل مع الارانب ديالو. اذا الحلقه ديالنا هي هذه. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.